الصحفي والناقد السينمائي الأستاذ حسن الرايس. تاريخ محفور في ذاكرة كل أبناء الحي المحمدي، شامة اسم لفيلم الفنانة الرائعة السعدية الزول. أولا السلام عليكم، كنقول لكم عواشر مباركه مسعوده مع هذه المناسبات العيد المولد النبوي. هذا شرف لي انني نكون من المكرمين في الملتقى الاول ديال السينما والمقاومه في الحي المحمدي، وهذا شرف كبير لانني بنت الحي المحمدي. وفكروا فيها الاصدقاء ديالي انهم يكرموني وسط العائله ديالي وصحابي وحبابي والفنانين والفنانات، وهذا جميل جدا انني نتواجد هنا. وذكرى أخرى شرف لي أنها عيد الاستقلال، يعني جات تزامنا مع هذه الأعياد الثلاثة، وأنني بنت الحي هذا راه شرف كبير. يعني واخا نوصف تنعيا ما نقدرش نوصف فين كاينه الفرحة ديالي بهذا التكريم، لأن نفكروا فيا أنا من ضمن بزاف الفنانين اللي كيستحقوا. كنقول لهم هذا التكريم من بنت الحي المحمدي للحي المحمدي ككل، كنهديه ليهم وكنقول لهم انا فرحانه بزاف. اذا اليوم كنحضروا مهرجان اللي كيحمل الاسم ديال السينما والمقاومه في دورته الاولى. نتمنى نعيشوا الدوره الثانيه وحنا في الرصيد ديالنا واحد المجموعه ديال الاعمال على المقاومين، لان الرصيد تقريبا ضئيل وضعيف. كنعرفوا المقاومه ديال مصر المقاومين ديالهم اكثر من المقاومين ديالنا حنايا. اذا حنايا كنظن اليوم ناقص، يعني كيدق باش تكون ابداعات وافلام على المقاومين. مسرح الحي كنهنئوه لانه اولا نجحوا كمسرحيين من خلال مجموعه من المسرحيات يعني الناجحه، دخلوا للتلفزيون ونجحوا. اليوم هما يعني كيحيوا السينما داخل الحي المحمدي. ما يمكن الا نفرحوا لان دوره محمد مفتاح السفير ديال، لان الناس ديال سوريا والاردن وكذا كيعرفوا طيب صديقي ومحمد مفتاح اكثر ما كيعرفوا فنان او سيدي محمد حسن جندي الله يرحمه. فرحانين نعيشوا هذه الاجواء ديال الدوره الاولى، وبغينا نحضروا الدوره الثانيه والعاشره. وكيف قلت لك يكون في الرصيد ديالنا واحد المجموعه ديال الاعمال التلفزيونيه والسينمائيه على المقاومين ديالنا، وما بقاوش بزاف، بغينا نفرحوا بهم هما في الحياه. الملتقى الاول للسينما بالحي المحمدي والذي نظم ايام 17 و18 و19 نوفمبر 2018 سنطفئ الشمعه الاولى في حياه هذا الملتقى. ماذا عساني ان اقول؟ قد عرف الاحتفال لوحات تعبر عن تاريخ المقاومه. وفي اي مهرجان وفي اي ايفينمون في اي بروجي كيف ما بغى يكون، هذاك الشيء اللي كتكون مخطط ما كتقدرش توصل ليه 100%، ولكن الحمد لله حنا درنا الجهد ديالنا كامل. زعما كل شيء عاوننا، ماشي غير انا ولا فلان ولا كل شيء كان دار ايده في هذا الفيستيفال هذا. وحنا ما وصلناش داك الشيء اللي بغينا، ولكن درنا المينيموم، درنا داك الشيء اللي قدرنا عليه، والحمد لله نتمنى نكونوا توفقنا. نشكر الله
لان الى ما شكرتيش الله راه هو اللي دار كل شيء. الحمد لله فرضنا الملتقى درناه رغم الضغوطات رغم العراقيل رغم بزاف الحوايج، ولكن الحمد لله لان كما قلت قبيله كان بجانبي كوموندو كبير جدا، كلهم دراري من حسن رايس من مهدي فلان من توفيق الشيشاني فريد المقدر خالد ماجد جميل عبد الوافي سهام فلان فاطمة زهراء فلان كلهم يعني واخا نبقى خاصني بزاف باش نتفكر كل شيء وكلهم في الايامات ديال البريباراسيون لاسين كان معنا الاستاذ سعيد الرايس باش تجيب هذا الديكوراتور خاصك كما تيقولوا توفيق بكري سي كيلمي دار لنا الصوت والاناره. الراجل كيهضر معايا ماشي ماديا كيهضر معايا ان شاء الله ينجح هذا العمل وغامر معايا وساهم معايا ودار بزاف د الحوايج الحاج فوقا الحاج العيدي المقاومين تقوا فيا لان النهار قلت لهم فكره قالوا لي احنا معاك هذه الفكره غتكون مزيانه والحمد لله. ورغم الصعوبات كنشكر مقاطعه الحي المحمدي اللي رغم كاين وحدين ما حلوش هي الباب ولكن كاين وحدين حلوا الباب منهم الرئيس اللي مرارا جلسنا ومرارا تناقشنا الحمد لله احنا الحلم تحقق